كلفت للنظر الحديث بأن مصر هي أكبر شريك تجاري للدولة التركية في القارة الإفريقية، كيف تعلق على هذه المعلومة؟ نعم، مصر طبعا تعتبر ثالث أقوى اقتصاد في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا ونيجيريا. يعني القوة البشرية اللي موجودة في يعني مصر يعني 100 مليون، هي طبعا ليست أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا، تسبقها طبعا نيجيريا وغيرها، إنما العدد ليس بقليل، يعني 100 مليون مستهلك في مصر يعني يتوقون إلى منتج جيد بمواصفات أوروبية وبأسعار تتناسب مع مستوى الدخل في مصر، فهذا يجعل المواطن المصري والمستهلك المصري يفضل المنتج التركي على باقي المنتجات، سواء الأوروبية التي تتميز بنفس الجودة ولكن أسعارها أعلى، أو المنتجات الصينية التي تقل في الجودة وإن كان سعرها متقارب مع أسعار المنتجات التركية، فتفوز الحقيقة المنتجات التركية يعني باحتياجات يعني المستهلك المصري والمستهلك في أفريقيا بشكل عام. هناك ترحيب كبير جدا من القارة أو من دول أو من شعوب الدول الأفريقية بالمنتجات التركية، وعلى رأس هذه الدول طبعا مصر، لأن التاريخ الحقيقة الاقتصادي بين الدولتين ليس بجديد، وهناك اتفاقية يعني من أيام حسني مبارك مع الدولة التركية في يعني لتعاون مشترك وإعفاءات مشتركة. نعم.